للتهديد أمني. المشاهدون الكرام، السلام عليكم إلى نشرة الأخبار من أساس بي سي، يقرأها لكم مويكو البيور. أهلا بكم. أصدر رئيس الجمهورية سلفا كير مياردت أمرا جمهوريا قضى بتكوين لجنة للتحقيق حول ملابسات الأحداث التي أدى إلى مصرع 5 أشخاص وجرح آخرين بمنطقة قنب الشركات بالتاريخ 3 يونيو، والأعضاء هم وزير العدل والشؤون الدستورية رئيسا، رئيس قوة دفاع الشعب جنوب السودان عضوا، المفتش العام لقوات الشرطة عضوا، مدير الأمن الداخلي عضوا، مدير الاستخبارات العسكرية MI عضوا، مدير النيابة العامة بوزارة العدل والشؤون الدستورية عضوا، المحامي مينلواك ألاركوال عضوا. بعث رئيس الجمهورية سلفا كير مياردت ببرقية التعزية الحارة لأسرة الفقيد جوزيف مدينا جوانغ أجوانغ مايول كويل الذي توفي في 28 من شهر مايو، حيث أشار رئيس الجمهورية في رسالة التعزية إلى أن الراحل خدم في العديد من المؤسسات الخدمية وتقلد العديد من المناصب، معربا عن تضامنه ووقوفا مع أسرة الراحل خلال هذه المحنة العصيبة، واصفا وفاة الراحل أجوانغ بالفقد الجلل لأسرته والبلاد عامة. كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية التعزية إلى أسرة الراحل أيزك أوان مابير ولمجتمع رومبيك قاطبة لوفاة أيزك الذي توفي في 26 من شهر مايو. وقال رئيس الجمهورية في البرقية أن أيزك الذي خدم كثيرا حتى وفاته، ووصفه بالفقد الكبير لمجتمع رومبيك وجنوب السودان عامة. أدى القسم أمام رئيس الجمهورية سلفا كير مياردت اليوم الخميس بجوبا نيال دينغ نيال وزيرا جديدا برئاسة الجمهورية بحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، بحضور مولانا تشان رايت مادوت رئيس القضاء وعدد من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم. هذا ولدى مخاطبته المناسبة قال رئيس الجمهورية سلفا كير مياردت إن إعفاء وزير السابق مييك أي دينغ لم يكن خلافا شخصيا، بل تتعلق بسوء إدارة مشروع طريق بحر الغزال. وأضاف أن مشروع الطريق يفتقر إلى التصميم الجيد للمواصفات المطلوبة. وجه الرئيس كير الوزير الجديد بضرورة مراجعة مشروع الطريق بشكل فوري. My brother Mayik did not have any problem with me. لكن في مشكلة واحدة. The road to Bahr al-Ghazal. The company which we contracted was Shandong High Speed. How did it come out that, you know, it is now Nile? Shandong Nile, Nile investment. That was the problem. And the road was started in a very poor way. One rain destroyed it all. It is bad that he is not here, so that you could have answered if he has anything to say about it. This is very important, Your Excellency. It is your comrades that will help you to achieve your legacy. We know the mashakil na kulana. As a physical, we've taken gal mashakil with insecurity, lack of development, gal the mashakil that Salva Kiir barao. No, this is not true. أسوي يعني جماعة بتاع NCP الكلام هو عمر بشير ابن علي حاج هو disagree with him قبل 50 30 years. أسوي في سجن ماو if we fail in this country دم ما fail بتاع سلبا كير دم fail بتاع كلنا نحن ناس عندنا color ده
كلف بتاع عايز فيلم ده ده فيلير بتاعنا كلنا ما بتاع دول واحد. نشكرك شديد جدا مو عشان في حاجه سبيسيفيك ولا سبيشال اون نيال نو علامه بتاع عايز فيلم انت دي عايز فيلم. But we hope that this is the time that we move this country forward. As Neil have taken over المكتب بتاع presidency, سيد الرئيس نحن نهي المشاكل بتاع ولايات. هي ما مشكلة كبير. ده مشكلة صغير جدا. زي ما قالوا ماما ربيك. It's a very small problem. But it's creating for us a complicated vacuum في ولايات بتاعنا. I wanted to add my voice to some of our comrades and colleagues who talked, who gave you the condolences for the, for your citizens who lost their life yesterday. These are your people, and whoever fall a victim in a reckless way, losing their life, is a loss to all of us, including yourself. All of us are very sorry for such things. Believers like us would say that the shaitan. Shaitan ya urikib ujab kalam zaida. Seven people and maybe eight lost their life recklessly. But I would say that it is our responsibility as a government because we don't take action quickly so that we can see things. We take time for everything. This issue did not start yesterday, but it starts sometimes back. And we did not take action. So we as a government will take this as our own responsibility for those people who lost their life. One of my responsibilities is to make sure that the president, with his colleagues in the presidency, and with the leaders of other political organizations, work in tandem and smoothly to make sure that we keep moving ahead. Because if we do not move ahead, we will stagnate and then we will regress back. And all that has been achieved will have been lost. So I am fully aware, Your Excellency, that these are very, very challenging tasks. But I promise you that I will do everything humanly possible to make whatever modest contribution I can make to move your agenda as a government and as a leader forward as much as... They felt concerned when the office, this office, to whom you appointed, Comrade Nial, was being occupied by someone who was not a member of the SPLM, and especially the SPLM leadership. This is a very strategic office that has to support you, and therefore I commend the measures you took to listen to the concern of the people of South Sudan and the SPLM members by appointing Comrade Nial. Yes, position can be given, but they have to be given with a meaning. Because my brother, Dr. Yak, who appointed the Minister of Health just for because of promotion that I have a person there. But not that she will do something for the welfare of this. And I believe as a ruling party, this decision is in place because we are the one in charge. We are the one in control. And everything that happens in this country, as the founder of this nation, we remain responsible and accountable. So we are happy as the SPLM that this appointment has been made, especially at this time. تبرعت الحكومة الأثيوبية لوزارة الصحة القومية ب7000 طن من الأقاقير الطبية لمكافحة وباء الكورونا المستجد. وتتضمن دعم أجهزة الفحص والمعدات الطبية الأخرى. هذا وسلمت الدعم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بياتريس خميسة واني بحضور كبار موظفي وزارة الصحة. وعرب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير ميان دودول عن تقديره للحكومة الأثيوبية لتضامنها
مع الشعب جنوب السودان. من جهته أكد وزير الخارجية الإثيوبي دكتور جبوس أهمية مساعدة البلدين بعضهما البعض في محاربة جائحة كورونا كعدو مشترك للبلدين. استدعت لجنة الطرق والجسور للمجلس التشريعي الانتقالي برئاسة السيد باول فورليا وزير الطرق والجسور سايمون ميجوك ميجاك للرد على أسئلة اللجنة حول أضرار السيول والفيضانات على طريق جوبا رومبيك. وأقر سايمون ميجوك ميجاك بضرورة مراجعة التصميم ودراسة الجدوى لمشروع طريق جوبا رومبيك بجانب قلة خبرة مشروع تشييد الطريق من قبل المتعاقد. وأضاف أن الوزارة وضعت أو أقرت بمراجعة التصميم ودراسة الجدوى للمشروع إلى جانب دعم المواطنين المتضررين وتعويض ممتلكاتهم التي جرفت مع الطريق. قام وزير الأراضي والتخطيط العمراني مايكل شانجاكاي يوم الخميس بزيارة تفقدية لمواقع الصرف الصحي للتعرف على أحوال العامة بالمنطقة. وقال وكيل وزارة الأراضي المهندس لويس كوات إن الوزارة ستتعاون مع سلطات الولاية من أجل تحسين أوضاع العاملين بالموقع. Purpose of this visit is to see the rehabilitation that was done to the facility. I call it phase one because it is involved with the offices and the dumping area. Second phase, of course, which is the major one, will be the rehabilitation of the ponds. And the rehabilitation pond, of course, is quite technical. It will require some arrangements with the State Ministry of Physical Infrastructure and the community, because we will need a temporary dumping zone while we are doing the rehabilitation of the ponds, that's the removal of the sediments, and also that one we cannot do it now during the rainy season. Preferably, we'll do it in the dry season when the quantity of water will be less. The offices have been renovated and equipped so that we have management in place. One office will be for the management of the facility, and the other office will is for the accounts. This is the fourth week since we took over, and we'll keep on improving on the management, and until the whole, I mean, or the final body for the management is really in place. Currently, أدان وزير الشباب والرياضة دكتور ألبينا بولدي والشائعات التي يروج لها أصحاب أجندات التدمير وعداء السلام ووحدة الشعب لربطهم أحداث منطقة جومبا شركات بمجتمعات معينة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع وزير مع رئيس اتحاد عام شباب جنوب السودان وتجمع شباب الحركة الشعبية. Has to be left to the law to investigate, and any accused person, in the legal aspect of view, any accused person is an innocent till proven guilty, and any guilty person is accused to be guilty till proven innocent. I want to tell our people, especially those who are preaching and trying to project this thing to be a problem between Bora and Barghazal, this is not the right thing. And if you are an intellectual, you have a role to bridge the gap. Tirkat, on behalf of SPLM Youth League, I want to take this opportunity to condemn the incident which occurred yesterday in Tirkat in the strongest term, first of all. This is time for peace. It's no longer time for crimes among our communities. This is time we should be helping our government and the party to push the country to the next level. We discuss issues on how we could control youth not to listen to propaganda going on social media,
because we believe that we are one nation, and we want to urge youth of South Sudan not to take the issue of regionalism or tribalism for this incident. Let us avoid generalizations of things. أهلا بكم جديد. نفت السلطات الحكومية بولاية جونغلي الشائعات التي يتداولها أعداء السلام بتعرض بعض المجتمعات بمدينة بور إلى مضايقات من قبل السكان الأصليين بمدينة بور. ووصف الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ مبيرا تيمبيور الأوضاع بالمنطقة بالهادية ومستقرة، وأن المواطنين يزاولون أعمالهم بطريقة طبيعية. وهذا مبيرا أعداء السلام من مغبة نشر التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد. And nobody has been killed as it being circulated in social media. Those are false. Nobody has been killed. And those who did that, the government is still pushing so hard to make sure they are brought to the book. And this is how justice can be served. So incident happened in Juba, it is not a justification for making row here in the city. The government is aware of it, and the law has to be allowed to clean it up. وفي جوبك نشد فرانسيس لوالا يوادى مواطني البلاد إلى ضرورة التركيز في عملية محاربة فيروس كورونا بدلا من الصراع حول القضايا الجانبية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية بولاية جوبك سابقا برئاسة فرانسيس لوالا، حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بالولاية، مشيرا لأن أحداث منطقة جومبا كانت حول متجر وموقف للباصات. وأضاف أن التحقيقات جارية لتقديم الجنات إلى العدالة. هذا وقدم فرانسيس تعازي الحارة لأسرة الضحايا في الحادثة. وإلى ولاية هويل، حيث قامت بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع السلطات الحكومية بالولاية بتوزيع كمامات لأصحاب الدراجات النارية في مدينة هويل في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات الإنسانية للحد من انتشار فيروس كورونا. وناشد المنسق الإقليمي للسلام ويليام كولانغ بيور السائقين لارتداء تلك الكمامات أثناء حمل المواطنين. بجانبه أكد مسؤول البعثة التزامهم بالدعم الشرائح الضعيفة. Their hair or his face mask with hair or with him. So you are protected and you protect your community. This disease doesn't discriminate, and we must make sure that we take charge of what we are doing to our community so that our families are safe and you are safe also. So it's not just a matter of covering your nose. You make sure also the person you are carrying is also secure with their. وفي التركيك ألقت السلطات الأمنية القبض على مشتبه بهم ضالين في نهب الأبقار بالمنطقة. وقال مدير قسم التحقيقات الرائد سالم خميس مرسال إن المشتبهين بهم ألقى القبض عليهم وبحوزتهم 21 رأس من المأشية تم نهبها بمنطقة الياب مؤخرا. وأضاف أن التحقيقات جارية مع المشتبه بهم. من جهته ثمن اللواء أبنغو أكول جهود الأجهزة الأمنية في كفح الجرائم بالمنطقة. في ولاية تركاكا بيقوم بواجباتهم الموكل إليها وأصل قانون الشرطة لحماية أموال ممتلكة الشعب وأرواح المواطنين. البقر الموجود عندنا هنا ده البقرات اللي كان في يوم 2 شهر 6 حوالي الساعة 10 صباح كان عربية تعطل في الطريق في الشمال تركاكا جايين من بحر غزال ماشيين لجوبا مسافة 12 ميل تقريبا. في مادة العربية تعطل والمجرمين جاءوا نهب الأبقار دول. والليلة تم العدد الكلي 21 دور كبار. دبنا فيهم 5 متهمين معهم مواد سلاح في حراسة هسه وزمن متأخر سجن مقفول. كان نعرضهم برضو عشان يجي يشوفوهم المجرمين ديل. نابوا 80,000 من السواق ونابوا 20,000 من سائق الأبقار ده.
عقد كل من السيد أييد وانغايي رئيس اتحاد أصحاب العمل وروال مكوي مدير عام البنك الزراعي بجنوب السودان والسيد عثمان أني رئيس اتحاد عام مزارعي جنوب السودان اجتماعا مشتركا يوم الخميس بجوبا وبحث الاجتماع آليات دعم المزارعين خلال الموسم الزراعي هذا العام. وفي تصريح لأس أس بي سي قال أييد وانغ إن الاتحاد تنفذ سياسة الحكومة الداعي للانخراط في نشاط الزراعي مضيفا أن البنك الزراعي لعب دورا محوريا في دعم المزارعين في البلاد. هذا هو الاجتماع ناجح بيتعلق لمتابعة الإعلان الصورة الزراعية أنو لقينا مدير عام البنك الزراعي جاهز وأكد لنا 90% من الأراضي بتاع الدولة جنوب السودان سالة للزراعة. أنا في اجتماع عرضت لهم خطة البنك الزراعي لسنة 2020-2021. نحن في الخطة دي دارين نوفر أعلان زراعية. نحن تتراك ديل لو وفرنا للمزارعين من هي القضية بتاعي قلنا دارين نوفر أعلان الذي يجور حيوان أوكسلاو. ونعلن على إنه المزارعين كلهم أنا دار أرجوكم منكم جاهزية تتقار مع جاهزية بتاعنا في كل مؤسسات المبيوت أمامكم اتيار صاحب العمل البنك الزراعي اتيار العام المزارعين ثم وزارة الزراعة القومي ثم مؤسسة الرئاسية مع دلة خادة صورة ساعدت فريق أول سلفة كثير ميادي بجاهزياته وتوجيه على كل مزارع وبعشتكم في اتيار العام المزارعين أرجوكم لسيداتكم توجه للزراعة. والخبر الأخير في هذه النشرة، تم ترحيل جثمان فقيد البلاد الراحل مدير الخدمات بإدارة السجون أندر مدين أجوان الذي توفي في 22 من شهر مايو الماضي إلى مسقط رأسي بغوغريال ليوار الثرى هناك. وعز الناطق الرسمي بإدارة السجون اللواء أنطونيو أوليفر ليغي في تصريح لأس أس بي سي وزارة الداخلية وأسرة الراحل أندر مدين أجوان لهذا الفقد الجلل. تعازينا بتمشي لحكومة جنوب السودان وزارة الداخلية والسجون بالأخص والأسرة الكريمة في فقداننا لكوموريت أندرو الفريق أندرو موندين. جد فقد كبير بالنسبة لنا وهو من خريجي كلية السجون السودانية وله مساهمات عديدة في إنشاء السجون أثناء فترة النضال. بهذا الخبر مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية من أس أس بي سي. في الختام تقبلوا تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.